شارك سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في فعاليات أسبوع الشجرة، وذلك عبر زراعة عدد من الأشجار في ممشى مدينة زايد بحضور عدد من المسؤولين. وفي هذا الصدد أكد سعادته أن فعاليات أسبوع الشجرة تأتي بناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مبادرة أسبوع الشجرة، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، لافتا بأنه تم طرح عدد من الفعاليات والمبادرات في هذا الأسبوع بمشاركة أفراد المجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والخاصة عبر زراعة الأشجار وتحفيز المجتمع على التشجير وتسليط الضوء على أهمية التشجير وتأصيل السلوك البيئي الصحيح لدى كافة أفراد المجتمع. نرفع أسمايات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة اعتماد أسبوع الشجرة في الأسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام. هذه المناسبة تدعم الجهود الوطنية لإزالة الرقعة الخضراء وجهود التشجير والتجميل وتحفز المجتمع بمختلف شرائح ومكوناته على مضاعفة هذه الجهود. اليوم صعدنا بالمشاركة مع إخواني رؤساء المجالس البلدية وأسرة العمل البيدي تماشيا مع انطلاقة هذا الأسبوع في غرس شجرة. طبعا أسبوع الشجرة يحفز مؤسسات المجتمع المدني، الأفراد، الشراكات مع مؤسسات الحكومية والوزارات الحكومية. على امتدار أسبوع كامل إن شاء الله ستكون هناك مزيج من الفعاليات المجتمعية للتوعية وزيادة الاهتمام بالرقعة الخضراء في مملكتنا العزيزة إن شاء الله. أسبوع الشجرة خطوة حيوية لبناء التوازن البيئي في مملكة البحرين، وهذه الخطوة تدفع باتجاه بناء الوعي والثقافة البيئية للمجتمع وتعزيز هذا الوعي بما يساهم في المساهمة في نشر البقعة الخضراء في مملكة البحرين، وفي إطار المشروع الوطني لأهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة فلابد بالفعل نهتم بقيمة الوعي الاجتماعي للمجتمع في العلاقة مع الشجرة، مع قيمتها البيئية كإنجاز ينبغي أن نؤكده في هذه المرحلة الحالية.